بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالبداية نشكر الجميع، جمهور إعلام، وقدم شكر كبير للاعبين على المجهود اللي قدموه في آخر مباراتين. احنا وصلنا للخروج المغلوب، يعني ماكو فرصة بعد هذا قبل النهائي. أتمنى طبعا اللاعبين يكون تركيزهم عالي، يقدمون ما قدموا بالمباراة اللي مضت. يعني فريق العماني فريق محترم جيد، شاهدناه في بطولة الدوحة، فريق مستقر طبعا من كل الجوانب، لكن تبقى على ما يقدم لاعبينا. إذا كانوا في يوم أعتقد النتيجة تكون لصالحنا. أهم شيء عندنا الآن نكرر الأداء، أهم شيء نستمر بالأداء الجيد. يعني صراحة أنا كمدرب مارد فريقنا بين مباراة ومباراة، الأداء المستقر هو اللي يخلق النتائج. طموحاتكم في هذه البطولة، ندري أكو استنزاف بدني لكل المنتخبات، شنو يحتاج رابط؟ شوف، هي أنا ذكرت سابقا وأذكر مرة ثانية، هي البطولة من ضمن برنامج إعداد المنتخب لتصفيات الأولمبية. فنحاول قدر الإمكان أنه نوازن أو نوزع مجهود المباريات على اللاعبين إن شاء الله. كابتن راضي، سؤالك. إذا الله سبحانه وتعالى كاتب لنا، طبعا كل الفرق لها نفس الطموح، نفس الحافز، نفس الفرصة. أعتقد أنا قلت يعني فريقنا إذا قدم مستوى الحقيقي المحود، والله سبحانه وتعالى وفقنا ان شاء الله تشوف فريقنا على منصته. كابتن راضي، قصر المده وعدم وجود هي ممكن الان المباراه بجانب الفريق العماني بحكم انه ما اخذ ثلاث ايام، وهي حاله طبيعيه ممكن تصير الظروف، لان هاي الثلاث فرق بكل مجموعه حسابات شويه معقده، لكن هذا الجانب ما نخلي يسيطر نفسيا على اللاعب ان شاء الله. كابتن راضي، سؤال اخير. أمس الجماهير العراقية كانت حاضرة بشكل ممتاز. نعم. رسالتك إلى الجماهير العراقية بالوصول بالقدوم غدا للمباراة. والله أول شيء نشكرهم، طبعاً شكرتهم حقيقة، هذا الدعم المعنوي والنفسي اللاعبين يحتاجوه. لاعب صراحة بدون دعم سواء إعلامي أو جماهير لا يمكن أن تحرك حاسيسه ومشاعره حتى يكون. طبعاً أعتقد في آخر المباراة كان هو العامل المؤثر. أتمنى أن يكون تواجد على طول ويوصل إلى النهاية.